ده أعظم نادي في الكون. تاريخ، مبادئ، تطوير. أجيال بتسلم بعض، تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة إن النادي الأهلي المصري ده رقم واحد. العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 واحد. أجيال بتسلم بعض، تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة إن النادي العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 واحد. أهلي أهلي أهلي. والأهلي تملي الفوق بيفوق الكل في أي تحدي. في الأول دايما سابق وزرع فينا قيم ومبادئ، وإزاي في العهد منصور ونلاقي النور ونقوم ونعدي. من أول يوم في الأهلي لحد اللحظة دي كله بيدي. والأهلي تملي الفوق بيفوق الكل في أي تحدي. في الأول دايما سابق وزرع فينا قيم ومبادئ، وإزاي في العهد منصور ونلاقي النور ونقوم ونعدي. يعني كانت